ديسمبر عام 1974 احتفلت الكويت أميرا وحكومة وجيشا وشعبا بعودة قواتها المظفرة من جبهات القتال في جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية. وفي تمام الساعة 9 وتحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد المعظم والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ابتدأ الحفل بتفتيش سموه حفظه الله القوات العائدة من جبهات القتال. ثم تفضل معالي الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وزير الداخلية ووزير الدفاع بإلقاء كلمته لهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب سمو الأمير المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، أيها الأخوة، إنها لمناسبة طيبة أن نحتفل اليوم بعودة أبطالنا إلى أرض الوطن بعد أن أدوا واجبهم المقدس في معركة الشرف والحق والكرامة وقدموا فيها باسم الكويت ضريبة الدم على ضفاف قناة السويس وعلى رمال سيناء وعلى هضاب الجولان، وسجلوا بذلك أروع آيات البطولة، فأضافوا إلى أمجادنا فخرا وعزة سنظل نذكرها وتذكرها من بعدنا كل الأجيال. ويسرنا ونحن نحتفل بعودة لواء اليرموك وقوة الجهراء أن نذكر بكل الوفاء والتقدير شهداءنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الغالية رخيصة في ميادين القتال عام 67 وفي عام 73 للذود عن الأرض المقدسة ومن أجل استرداد الحق السليم، فكانوا ربراسا ومثالا للبذل والفداء. ونعاهدهم في هذه المناسبة أن نسير بنفس العزم والبذل على الطريق المقدس الذي عبروه بأجسادهم وأرواحهم. والجيش حريص على أن ينتهز المناسبات العسكرية ليسلم الأعلام الجديدة إلى وحداتها، ففي الاحتفال بعودة القوات تم تسليم الأعلام إلى كل من كتيبة المشاة الخامسة المحمولة، كتيبة المدرعات العاشرة، كتيبة المدفعية العشرون، وكتائب الدبابات السابعة والثامنة والتاسعة، ثم كتيبة المشاة المحمولة الثانية، وكتيبة المدرعات الثلاثون، كتيبة الحرس الأميري الأولى، كتيبة اللاسلكي الرابعة عشرة، ومدرسة تدريب الجيش، وكتيبة النقليات الثالثة. وبعد توزيع الأعلام الجديدة تفضل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وقدم وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء إلى علم كل من لواء اليرموك وقوة الجهراء المجحفلة، وذلك تقديرا لما قامت به قواتنا الباسلة في سبيل تأدية واجبها تحت ظل هذين العالمين خلال المعارك التي استمرت من عام 67 إلى عام 74 على أرض سيناء والسويس
وعلى جبال الجولان. كما تفضل سيدي أمير البلاد المعظم والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ومنح وسام الدفاع الوطني لبعض من كبار قادة الجيش الكويتي، منها وسامين من رتبة لواء، الأول لسيدي نائب رئيس الأركان العامة للجيش، والثاني لمعاونه للعمليات الحربية، ثم ثلاثة أوسمة من رتبة قائد لثلاثة آخرين من قادة الجيش الكويتي. كما تفضل ومنح خمسة من كبار ضباط الجيش الكويتي وسام الواجب العسكري من الدرجة الأولى. ومنح سموه حفظه الله عددا من مختلف درجات وسام الواجب العسكري إلى بعض من أسماء شهدائنا الأبرار، وذلك لخدماتهم الجليلة لصالح الدفاع الوطني ولبسالتهم وشجاعتهم في الميدان خلال حروب عام 67 و73 وحروب الاستنزاف على الجبهتين المصرية والسورية. بعد ذلك العرض العسكري الذي اشتركت فيه بعض من أسلحة جيشنا الباسل، والتي شاركت القوات العربية حروبها ضد عدو العرب والمسلمين. يتقدم العرض حملة الأعلام الجديدة للوحدات، ثم تليها سادة المعارك الذين يخوضون المعارك في كل مكان وزمان، كتائب المشاة وكتائب الإمداد. تليها كتائب المغاوير الراجلة، مجددين العهد لأميرنا، محافظين على شرفهم وسلاحهم، لا يتركونه قط حتى يذوق الموت. بعد ذلك المغاوير المحلة، انهم الرجال الذين قال بهم الشاعر: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فأما حياة تسر الصديق وأما ممات يغيظ العدا. شارك نصرنا البواسل، قواتنا العائدة والكويت بأكملها فرحتها بعودة قواتها، طائراتهم الهاجرة تسوقها وتسيرها أيد جبارة وقلوب صامدة تحملها قامات فارعة بوجوه نحاسية يشع منها العزم ونظرات حادة تخترق الحجب وتشرق لرؤيتها الوجوه وتفرح القلوب وتتحرك الألسنة من البشر لتحيي عاليا راعي الكويت وشعب وجيش الكويت.